أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 9 على الأقل بغارة إسرائيلية على مبنى سكني في وادي الكفور في النبطية جنوبي لبنان، بينهم أم وطفلاها. لكن الجيش الإسرائيلي وصف المبنى المستهدف بأنه مستودع أسلحة لحزب الله. شلو طهيدا أحمد، عنا جريح بالأرض. شلو اجروا يا شباب مرة الأصحاب مرة الأصحاب قرب انتبه طلع. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا هون شركة طهماز لتجارة الحديد فقط لا غير، لا عندنا حزب الله ولا عندنا قاضي بحزب الله هون، ولا عندنا مواطنين لبنانيين ساكنين بهذا المشروع. هذا مشروع تجاري بامتياز، اعتداء على مؤسسات تجارية مدنية. الله يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ومن جنوب لبنان معنا مراسل الحدث محمود شكر. صباح الخير. هل بالفعل هو مستودع أسلحة، أو كما قال هذا اللبناني بأنه معمل حديد أو مخزن حديد كما قال؟ وهل هذا يعني بأن إسرائيل باتت تستهدف المدنيين وليس فقط حزب الله؟ بطبيعة الحال بحسب الأرقام التي كانت في الفترات الماضية، هنالك عدد كبير من المدنيين الذين استهدفتهم إسرائيل بفترات متعددة، هذا في الشق الأول وتحديدا في هذه المعركة التي تجري في هذه الفترة. أما إذا أخذنا وتحديدا في معركة 2006، فإن أحد أهم الأهداف التي كانت على خارطة الجانب الإسرائيلي هي قصف المعامل والمنشآت الصناعية، وهذا ما شاهدناه وعانيناه، وأيضا نقلنا الصورة في كثير من المناطق اللبنانية، في حينها إلى أن الإسرائيلي قام بعشرات أو مئات من المعامل والمصانع. أما بالنسبة إلى النقطة الثالثة، هل هو مخزن لحزب الله أم هو معمل؟ حتى هذه الساعة وبحسب التصريح التي أشار إليه صاحب هذا المعمل الذي هو من عائلة طهماز بالقول إلى أنها هي منشأة مدنية في منطقة صناعية في وادي الكفور، وأيضا البيانات التي خرجت وتحديدا من وزارة الصحة مركز عمليات الطوارئ أشارت فيه إلى سقوط 9 من العمال السوريين جلهم من المدنيين، يدلل على أن كل الأشاير أو كل المدلولات على الأرض تدلل إلى أن الذي جرى هو قصف لمنشأة مدنية. أما بالنسبة إذا كانت منشأة عسكرية أو غير عسكرية، فهذا الأمر أتركه إلى الجانب المختص. وتحديدا عادة ما يكون من قبل الجانب الإسرائيلي الذي هو يشير عبر الإعلام أو عبر البيانات التي يطلقها، وتحديدا الجيش الإسرائيلي بالقول عن هذه المنشآت والأهداف. بالعودة إلى هذه الغارة، حتى هذه الساعة التوقيت مع ساعات الصباح بعد 6 إلى 7 ساعات تقريبا، عمليات رفع الأنقاض مستمرة، عمليات الأرقام بعدد الضحايا والجرحى غير مستقرة، بمعنى إلى
أنها في ارتفاع متصاعد، مع الإشارة أيضا إلى أن الذي جرى في هذه المنطقة كان قد سبقه موجة من الغارات في جنوب لبنان، وتحديدا في هذه المنطقة التي نحن نتواجد بها ما بين مارون الراس، بنت جبيل، لحنين، لعيت الشعب، في بقعة جغرافية لا تتعدى من 8 إلى 9 كيلومترات. كانت الغارات ما بين الساعة 9 إلى 10 ليلا تتنقل من محلة إلى أخرى، والطيران الإسرائيلي الحربي أو المسير يقوم بضرب أو بقصف منطقة هنا ومنطقة هنالك. إذا أخذنا عدد الاعتداءات التي جرت بالأمس وصلت إلى 17، تنوعت ما بين الطيران الحربي، المسير، القصف المدفعي وأيضا الفوسفوري، إلى القصف بالدبابات المركبة، في حين إلى أن بالمقابل من جهة حزب الله هو نفذ من 4 إلى 5 عمليات ما بين منطقة تحديدا هذا الموقع الذي هو وراءنا مباشرة إلى بركة ريشة وأيضا إلى العاصي، مما يعني إلى أن الكثافة النارية بالأمس كانت تميل أو تطفو إلى الجانب الإسرائيلي بعدد من الغارات الكثيفة، وتحديدا كذلك الأمر هنالك مشكلة الجدار الصوت الذي لم ينفك حتى ساعات الفجر وهو كان فوق البلدات الجنوبية تقريبا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكر. شكرا لك.